نرتب اوراقنا يا جماعه عشان الجواز يطلع بسلاسه وتسافروا وترجعوا سالمين غانمين ان شاء الله. وريني يا حبيبي وريني. ايه ده انت ورقك سليم، ده انت هتسافر بقى. طب وانت يا حبيبي مسافر رايح على فين؟ ده انت موديل السنه خيتها لمين وماشي؟ لا حضرتك فاهم غلط، انا مش ههاجر يعني، انا مسافر بره كده اشوف الدنيا اتبسط يعني واتفسح. تشوف الدنيا؟ وفين بقى ورق التجنيد؟ لا حضرتك انا وحيد يعني ماليش جيش من اصلا. يعني بطولك ان شاء الله تسافر وتعيش احلى ايام. وما يحصلكش زي ما حصل لمحمود جارنا. محمود مين حضرتك؟ كان وحيد ابوه وامه وسافر، سافر من هنا بعد ما اتخرج من الجامعه. الا فين ورق الجامعه؟ لا معلش ممكن تكمل لي قصه محمود؟ سافر من هنا يا حبيبي وابوه رقد رقده وحشه ومعرفش يتعالج. ليه؟ ما ابوه كان لمم اللي وراه واللي قدامه عشان هو يسافر يتفسح ويشوف الدنيا. مش انت ابوك لمم اللي وراه واللي قدامه عشان تتفسح؟ ايوه يا حبيبي يا بابا. طب وبعدين؟ ام محمود باعت دهبها ومن زعلها رقدت جنبه، لكن الحمد لله الواد رجع في الوقت المناسب. ولحقهم؟ لحقهم، لحق عزبوه ولحق الباب بتاع دار المسنين قبل ما يقع على امه. كان واقف يا حبه عيني في العزا عامل زي الدمغه المبلوله. يلا غلابه، لكن انت مالك ومال الكلام ده؟ ان شاء الله تنبسط. ها نختم بقى؟ لا تختم ايه؟ انا خلاص مش هسافر. سلام يا حبيبي يا ماما. يا حبيبتي يا ماما. ما انا بقول كده برضو، هي البلد دي في احلى منها؟ مفيش. اتفضل وريني يا حبيبتي. قسمت الجواز وتصريح من جهه العمل وفاتوره السوبر ماركت. لا دي ما عدناش نحتاجها. معلش انا مؤاخذه. طب يعني انت زي الفل شغاله ومتجوزه، امال هتسافري تعملي ايه؟ رايحه لجوزي، اصل بصراحه وحشني قوي، بقاله سنتين مسافر بره مصر. قلت بقى لما اخد الولاد كده ونسافر له نعمل له مفاجاه. سنتين جوزك. نفسي اشوف تعبيرات وشه كده اول ما يفتح الباب ويلاقينا. والله فكرتيني بالبت سوسن بنت اخويا، راحت برضك عشان تعمل مفاجاه لجوزها وقال ايه مش هو اللي فتح لها. صحيح انت فتحت حساب في البنك؟ مين اللي فتح لها؟ مراته التانيه. تخيل ابن اللذينه كان قاعد هناك وبيقول لها ان هو بيلم فلوس الشاليه. هتريم هيص ومبسوط. يا عيني يا سوسن يا بنتي. ده بيقولي نفس الكلام. طب وبعدين هي عملت ايه؟ هتعمل ايه؟ ندمت، قالت يا ريتني ما كنت سافرت ولا رحت ولا جيت. اتطلقت وعيالها اتاخدوا منها. يلا اهي مواظبه دلوقتي على اسامه منير. الحمد لله، لكن انت وشك سمح، ان شاء الله ما تتبهدليش. لا انا مش هسافر مش هسافر مش هسافر. انا راضيه، انا راضيه وخلاص، مش عايزه اعرف حاجه. هو كده كده هيلف ويرجع لك، عارفه ليه؟ ليه؟ لان احنا بنلف وندور وبلدنا دي مفيش احسن منها. يعني هو فيه؟ لا مفيش. لا. اهلا يا حبيبي. ازيك؟ اهلا وسهلا. ايه ده ورقك كتير ما شاء الله. بكالوريوس وماجستير ودورات. يعني انت مسافر، امال مين اللي يقعد في البلد؟ هو انا يعني لقيت شغل قلت لا؟ انا تعبت. واحنا بلدنا دي يا اخويا زي الفندق، ما تعجبكش القعده تقوم مغيره؟ خلي بالك انا مسافر على عيني، لولا بس ان العقد حلو والارشينات كويسين انا ما كنت سافرت. خلي بالك انا مصري وبابا مصري. لا مادام ارشينات حلوه وبابا مصري يبقى نروح عشان لقمه عيشنا. طبعا بالظبط كده. وانت بالزبط. مالك انت ومال اللي حصل للدكتور فؤاد؟ مين الدكتور فؤاد ده؟ لا ده واحد كده كان قريبنا من بعيد، راخر كان دكتور ومعاه شهادات وراح علشان يشتغل، وقالوا له في عقد هتمضيه هناك. قعدوه في حته حلوه خالص على البحر في خيمه مع 9 زمايله، بس كانوا حنينين معاه. لما زعل ومشي دفعوا الشرط الجزائي بالقسط على 37 سنه. ايه ده؟ ما انا كمان قالوا لي ان العقد هناك هيتمدي وكمان هدفع الشرط الجزائي. لا انت مالك ومال الكلام ده، انت ماجستير هو دكتور، ان شاء الله تروح وتيجي وتفرح وتاكل لقمه عيش ويبقى بابا مصري. نختم بقى الورق ان شاء الله. لا 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 ما تختمش ما تختمش. انا نحس وانا عارف، انا هفضل فقير، انا هفضل فقير. انا هفضل فقير. ليه يا حبيبي؟ دي حتى قعده الخيمه حلوه. يا خير ما عملت، هو في احلى من بلدنا؟ مفيش. صباح الخير. يا اهلا. سجل تجاري.
وبطاعة ضريبية ورخصة دولية. ده انت فايتنا خالص بقى. لا 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 ابدا، انا اصلي قررت اعمل بيزنس بره مع مجموعة من اصدقائي يعني، ومستقرين بقالهم فترة هناك، وهاخد تحويشة العمر ومش هرجع غير وانا معايا ثروة تكفي اعمل بيها مشروع ضخم. الله على الثروة والطموح والكلام الكبير. واصحابك دول انت واثق فيهم؟ طبعا واثق، دي صداقة عمر، ده احنا اصحاب من ايام ما كنا مع بعض في الكلاس في ابتدائي مثلا. ما دام في الكلاس يبقى خلاص طمنتني، عشان ما يحصلش فيك زي ما حصل لقريبي اللي خد برضه تحويشة العمر وراح لاصحابه بره. اه وايه اللي حصل معاك؟ لا انت مال، انا ما احبش احكي الحكايه دي والله بتوجع قلبي. ارجوك ارجوك انت مالك ومال القصه دي؟ فضفض معايا احكي لي، قول لي ايه اللي حصل. اداهم كل حاجه ومضى على ورا، اصله كان عامل لهم توكيل. ايه ده، ايه الصدفه دي؟ ده انا اصحابي كمان طالبين مني اعمل لهم توكيل عام في السفاره. لا انت حاجه تانية، انت بتقول من ايام الكلاس. اه دي حقيقه. اتفقوا معايا يفتحوا بره مطعم كشري اسمه فاضل على الحلو دقه. لا ده انت كده كانك بتتكلم عن صحابي، احنا ناويين نعمل كده فعلا، المطاعم بره بتكسب كويس قوي. يعني هي هنا بتخسر يا عيني، وهو راجع لم تمن التذكره بتضليه. ليه، هو المطعم خسر ولا ايه؟ هو كان في مطعم من اساسه، ده خدوا اللي وراه واللي قدامه، حتى الشقه والعربيه خدوه بالتوكيل. يلا هو دلوقتي الحمد لله كويس، احسن من مفيش. نختم الورق بقى. ثانيه واحده بس، في ورق ايه؟ ثانيه واحده، مستعجل على ايه؟ الو، ايوه متر، من فضلك يا متر معلش انا عاوزك تلغي التوكيل فورا. لا لا خلاص مش مسافر، ميرسي، باي باي. والله زين ما عملت، بلدك اولى بيك، انت راجل محترم ما شاء الله. افتح هنا كافيه ولا ما هو الكشري يتاكل بره؟ الكشري بره ملوش طعم، لازم يبقى طازه، وتشغل ولاد البلد احسن ما تروح تفيد الغرب. غرب ايه بس؟ غرب ايه ده؟ انا كنت ناخد ناس معايا من هنا لاوروبا اهو، اشتغلوا يستفيدوا، هقبضهم بالدولار كمان. بس يلا بقى مفيش نصيب معلش. لا استنى، وحد الله، انت قلت دولار؟ اه والله ما كنتش هشغل ولا واحد اجنبي في المطعم، كلهم كانوا يونان مصريين. يبقى انت لازم تسافر. اسمع مني. لا بس اسمع مني انت، مفيش. اسمع، تقول لي اصحاب وعمل. لا اقول لك، انا عليا شويه دقه تاكل صوابعك وراهم، ده نعمل في محل الكشري ده من اول نشاره الخشب لحد البصله المقليه. استنى. لا استنى، انت هتعمل ايه؟ هدوقك اي حاجه من ايدي. دوقني هو ده وقته؟ احنا ولاد بلد ولازم نقف جنب بعضينا. ايوه، وهو الكشري بره مصر في احلى منه؟ مفيش.